السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما عودناكم دائما في قناة شركة بروج العقارية بأفضل العروض وأفضل الفلل الموجودة. اليوم عندنا فيلا في منطقة تبكنت، هذه الفيلا المبنية على مساحة 2000 متر مربع، طبعا مساحة بناء الفيلا 700 متر مربع، لها خدمات جميلة زي ما انتم شايفين، مسبح وأيضا مواقف سيارات وجلسات خارجية، حديقة مميزة جدا صراحة، وأيضا لها جلسة خارجية عبارة عن مكان ممكن تجلس في الشتاء. مشروع تبكنت، هذا المشروع من أكبر المشاريع السكنية الموجودة في إسطنبول والقسم الأوروبي. طبعا مشروع عبارة عن مجموعة فلل تقريبا 2000 فلة سكنية، ويسكن في المنطقة هذه 800 عائلة إلى الآن. عندنا اليوم عرض مميز جدا، خلوكم معنا وشوفوا العرض. طبعا احنا الان عند مدخل الفيلا من الطرف الخلفي. الفيلا لها مدخلين، عندنا مدخل بالطرف الثاني على الشارع الاخر، وهنا الشارع هذا المدخل من هنا. اول ما ندخل ننزل، طبعا زي ما انتم شايفين الحديقه فيها عنايه كويسه، يعني اعتنوا بالحديقه بطريقه ممتازه. على يدنا اليسار مباشره عندنا مواقف السيارات اللي هي طبعا بالريموت كنترول، تدخل وعندك اربع سيارات تكفي في المنطقه هذه. تحت المواقف حاطين المساحه اللي ممكن نستغلوها كمستودع، يعني ممكن نقدر نشوفها هنا، حطيناها مستودع، وأيضا أماكن تصفية المياه للمسبح وتدفئة الشقة. هذه المنطقة. طبعا قبل ما ندخل للفيلا نأخذ نظرة عامة على الحديقة الموجودة. زي ما ذكرنا إنه الفيلا مساحتها 2000 متر مربع، ومستغلين الحديقة بزراعة بعض الأشجار اللي في بعضها زينة وبعضها أشجار فواكه. في نقطة مهمة زي ما انتم شايفين السور هنا اللي يهم الموضوع، السور مغلفينه بحيث انه يكون في عزل مع الفيلا الثانية، لكن ممكن انك ترفع العزل هذا كمان متر مترين قدام حتى تقفل بطريقة كاملة. تعالوا الآن نكمل نشوف المنطقة الأمامية. طبعا المنطقة هذه تقدر تعدل فيها زي ما تبغوا، لكن هو مشتغل فيها بطريقة حلوة. ممكن واحد يبغى يحط فيها ملعب مثلا، ملعب كرة قدم أو سلة، زي ما هي موجودة في بعض الفلل ممكن يستغلونها. هنا عندنا المكان الجميل هذا اللي مستغلينه كمسبح زي ما انت شايفين. في أغلب الفلل في المجمع هذا فيها مسابح، مسبح كبير ما شاء الله تبارك الله، وإطلالة جميلة من التراسي اللي راح نشوفه من فوق على المسبح. هنا المنطقة هذه زي ما قلنا ممكن تحط فيها جلسات خارجية، يكون في مكان للباربيكيو وغيرها. الشيء الجميل اللي راح ننتقل فيه الآن جوا اللي هو الجلسة الخارجية اللي شايفينها خلفي هذه. هذه الجلسة طبعا لسه ما فرشوها، ممكن تفرشوها بطريقة حلوة انتو، ممكن تستخدموها في الصيف أو في الشتاء بحيث يكون مكان جميل للجلوس خارج الفيلا. تعالوا نشوف الجلسة الحلوة هذه اللي حاطينها بمساحة ممتازة جدا. طبعا مساحتها تقريبا 6.5 × 5 تقريبا أو 5.5. في مكان جميل هنا، مغسلة مستغلينها حلوة، وفي باربيكيو، وأيضا في فرن ممكن تستخدموها كفرن، جميل جدا صراحة. فالمنطقة هذه ممكن ترتبوها بذوقكم، الإضاءات موجودة ما يحتاج تحط فيها إضاءات. الطرف الآخر أيضا مستغلينها حاطين أشجار حتى يقفلوا بينك وبين الجار. هنا عندنا حمام صغير ما ننسى نذكره الله يكرمكم، هذا الحمام الموجود اللي يخدم الحديقة الخارجية. طبعا فيه المروش، في الكلوزيت موجود. الآن إذا تحبون ننتقل للطرف الجميل في الفيلا هذه اللي هو داخل الفيلا، خليكم معنا شوفوا من الداخل. طبعا احنا بدينا التصوير من المنطقة هذه اللي هي المنطقة الخلفية اللي قلنا المدخل. الآن راح نبدأ ندخل من هنا من عند مدخل الفيلا الرئيسي. بسم الله الرحمن الرحيم.
شوفوا أول ما ندخل زي ما انت شايفين عندنا على يدنا اليمين مباشرة اللي هو الدولاب والخزنة. خليني افتحها لكم تشوفوها. طيب مباشرة نبدأ من هنا على يدنا اليمين غرفة صغيرة مساحتها تقريبا 4×4، ممكن تكون كغرفة أطفال أو غرفة استقبال ضيوف أو اللي يناسبكم. عندنا هنا حمام وبانيو يخدم الصالة. القسم المهم اللي هو قسم الصالة الرئيسية زي ما انت شايفين. هذه الصالة تشطيب جميل، ديكور حلو. هنا مكان التلفزيون حاطين لها ديكور جميل، وأيضا مكان اللي هو المشب زي ما يسموه مشب النار. طبعا دائما لما تحطوا المشب من هنا هنا من هنا تطلع الحرارة تطلع من فوق. فالصالة يمكن تقسيمها بطريقة حلوة بحيث تكون جزئين مثلا عشان الجدار الموجود هنا، جزء هنا وجزء هنا مطل على المسبح. من هنا زي ما انتم شايفين عندنا 1، 2، تقريبا 3 مخارج إلى المسبح الخارجي. هنا عندنا قسم المطبخ، تعالوا معانا نشوف المطبخ الموجود. طبعا ما حطوا باب، ممكن تركبوا انتم باب للمكان هذا لكن هم حاطينها مفتوحة. طبعا هذا القسم اللي هو المطبخ زي ما قلنا، أيضا المطبخ يطلع على المسبح الخارجي، ممكن تخدم المسبح. وأيضا هنا مكان الدواليب، صراحة تشطيبهم يعتبر نوعا ما مقارنة بالفيلا هذه الجودة ممكن تكون ممكن كانت أفضل، لكن لا بأس بالشيء الموجود. نطلع الآن للدور العلوي ونشوف الغرف الموجودة، تعالوا معانا. قبل ما نتوجه لفوق نسينا غرفة هنا، خليني أوريكم هي. طبعا الانترفون موجود هنا، وهذه غرفة موجودة أيضا مساحتها تقريبا 4×4 نفس الغرفة اللي جنبها. طيب تعالوا الآن نطلع للدور اللي فوق ونشوف الغرف الموجودة. طبعا أول ما وصلنا فوق النقطة المهمة وجود الانترفون هنا أيضا، سواء إذا كنت فوق ورن الجرس من هنا مباشرة ممكن تفتحوا الباب. على المنطقة هذه تقريبا فيها 4 غرف، خلينا نشوف كل غرفة. هذه الغرفة الأولى مساحتها 5×6 تقريبا، ولها بلكونة خاصة فيها، بلكونة صغيرة تطل على الفناء الخلفي. طيب نشوف الغرفة الثانية الآن، هذه أيضا غرفة بنفس المساحة تقريبا، وأيضا لها بلكونة خاصة فيها تطل على الفناء الخلفي. هنا عندنا الحمام الله يكرمكم اللي يخدم الدور هذا. وأيضا عندنا هنا ماستر بادروم ممكن نسميها، مساحتها كويسة تقريبا 6×6، لها حمام خاص فيها وأيضا لها بلكونة مطلة على المسبح، في جاكوزي زي ما انتم شايفين هنا. من هنا طبعا من الغرفة هذه نطلع مباشرة على التراس الخارجي، هذا التراس المطل على المسبح وعلى الطبيعة الموجودة في الفيلا هذه. طبعا نرجع من نفس المكان عشان ما نلخبط في الغرف، نرجع وشوفوا الغرف الثانية أيضا تطلع على التراس هذا، تفضلوا معانا. عندنا الغرفة الثانية أيضا مساحتها تقريبا 5×5 وتطلع على التراس نفس التراس اللي كنا فيه. الآن نطلع لفوق للدور الأعلى اللي فيه آخر غرفة موجودة في الفيلا هذه. طبعا المنطقة هذه زي ما انت شايفين هذه يستغلونها بطريقة ان تكون غرفة مع مطبخ خاص فيها، او انها تكون صالة وتخدم التراس الاعلى هذا الموجود.
ولها حمام وبانيو خاص فيها موجود هنا. وأيضا نقدر نقول لها مخزن هنا أو مكان كبير ممكن يشتغل كمستودع أو مكان لدواليب المنزل. مساحتها كويسة يعني تعتبر. زي ما قلنا ممكن تشتغل هذه كغرفة نوم أو كصالة حسب رغبتكم، وتطلع وتطل على المسبح. طبعا أحب أقول أنه لدينا خيارات كثيرة جدا من أنواع الفلل هذه الموجودة زي الفلة هذه، وعندنا خيارات أخرى. دائما تواصلوا معنا، ممكن نرسل لكم بعض العروض الموجودة، وإذا جيتوا تشوفوها على أرض الواقع أفضل وأفضل. الآن ننزل آخر دور اللي فيها المسبح المغلق وفيها مواقف السيارات المغلقة وأيضا بعض الخدمات. تفضلوا معنا. طيب الآن وصلنا للبدروم. البدروم فيه خدمات جميلة جدا صراحة في الفيلا هذه. مباشرة ندخل للموقع هذا. طبعا زي ما انتم شايفين عندنا مسبح مغلق بمساحة كبيرة جدا زي ما انتم شايفين، وأيضا عندنا مساحة هنا ممكن تشتغل كفتنس، كصالة ألعاب، كبلياردو، كأي شيء ممكن تفكرون فيها تكون مكملة للمسبح والجاكوزي وحمام البخار والحمام التركي اللي راح نشوفه سوا الآن. زي ما انتم شايفين مسبح جميل جدا. مسبحين في فيلا واحدة. ممكن تكونوا هنا في الصيف، قصدي خارجا في الصيف، وهنا في الشتاء، أو بالطريقة تحبوها. طبعا جاكوزي موجود هنا زي ما انتم شايفين، جاكوزي جميل، تصميم حلو بالخشب. وأيضا عندنا زي ما انتم شايفين هنا غرفة البخار والساونا. عندنا هنا تفضلوا معايا الحمام التركي، مساحة كبيرة صراحة، استغلال جميل صراحة للمساحات. صاحب الفيلا ما تهرب من أي مصاريف وصرف فيها بحيث أصبحت جميلة جدا. طيب تعالوا الآن، برضو عندنا هنا حمام يخدم المكان هذا، حمام وبانيو. تفضلوا. وأيضا عندنا مكان هنا ممكن يكون مستودع أو شيء من هذا القبيل، ويطل على المواقف الخارجية. تعالوا نكمل باقي أجزاء الفيلا هذه. عندنا مواقف السيارات المغلقة اللي زي ما قلنا تدخلوها من الشارع الثاني. طبعا هذا الممر اللي يودي إلى مواقف السيارات المغلقة في الغالب ممكن تستخدموها، أو إذا جاكم ضيوف ممكن تستخدموها. على العموم ممر طويل جدا زي ما انتم شايفين. نطلع نوريكم مواقف السيارات المغلقة، وأيضا في غرفة ثانية، غرفة كبيرة جدا يمكن استغلالها بالطريقة اللي تحبوها كديوانية مثلا. الآن شوفوا هنا عندنا الموقف هذا اللي يكفي اللي يمكن 6 سيارات تقريبا، موقف سيارات ببوابة إلكترونية. وأيضا عندنا هنا ممكن هذه المساحة يمكن استغلالها بأي طريقة تحبون. مساحة كبيرة جدا صراحة زي ما انت شايفين، ممكن تكون فيها ديوانية، ممكن يكون فيها تقسيم خاص، صالة ألعاب رياضية، الشيء اللي يناسبكم. فهذه مساحة كبيرة جدا، وممكن يكون تقسيم فيها غرف حتى، ممكن تستغلوها بالطريقة اللي تحبوها. وفي نهاية الفيديو أحب أشكركم على حسن المتابعة. لا تنسوا أنه لدينا عروض كثيرة في منطقة تيباكنت وفي إسطنبول، منها هذه الفيلا، وعندنا فيلا أخرى بأسعار جدا مناسبة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط زر الإعجاب ومشاركة هذا الفيديو مع أحبائكم وأصدقائكم. الأسعار والتفاصيل دائما في فيديوهاتنا تجدوها أسفل الفيديو في قسم التفاصيل. كونوا في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.